إذا مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا بكم. بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط كنت واجدو أمام المتجر الرسمي لفريق الرجاء الرياضي. فبعد عرض المنتوجات الرسمية لفريق الرجاء الرياضي عبر منصات الفريق عبر شبكة الإنترنت، فالعديد من الجماهير الرجاوية بعد ما أنها كتم اقتناء المنتج ديالها، فتتم الاخبار ديالهم ان المنتج غادي يوصلكم يعني بعد 24 ساعة، عفوا بعد 48 ساعة. فبعد الجماهير يعني كما كنقولوا مشاهدي قناة شوف تي في كتبغي ان تربح الوقت وتجي تاخذ البرودوي ديالها، كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في على الجماهير اللي جاء هنايا واستفسر يعني حول واش منتوجات يعني يعني بعد ما اقتنى البرودوي يعني من الانترنت، فهو جا هنايا وبغى يشوف واش كاينه امكانيه ديال التسعير هنايا، يعني بعد ما القاش فتم مغادره المكان، وكيسول يعني كيسول الناس اللي قراب من واش المنتوجات يعني داس كتعرض هنا في المتجر. اذا مشاهدي قناة شوف تي، فاللي غادي نخبروا مشاهدي قناة شوف تي وكذلك جماهير الرجاء العالمي ان المنتوجات مازال ما تحطاش في المتجر. اللي كاين هو ان لا ليفريزو كتكون ادوميسيل، يعني كتكون في المنازل ديال الجمهور الرجاوي العاشق لهذا الكيان الاخضر. فالعديد من الجماهير فهي حققت ارقام قياسيه بالنسبة لخزينة فريق الرجاء الرياضي فور عرض المنتوجات الخاصة بالفريق. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في كنا يعني سباقين لنشر خبر صيانة متجر الخاص بفريق الرجاء الرياضي، لكن لحد الساعة فالمتجر الرسمي الخاص بمنتجات فريق الرجاء الرياضي فهو مازال مسدود، يعني السبب هو انه كيخضع الاصلاحات الشامله، يعني خصوصا يعني كما كتشوفوا معنا فالمتجر غادي يكون في اكبر مساحه، يعني بعد ما كان كيقتصر فقط على واحد جزء بسيط من هذا الفضاء اللي كاين هنايا في مركب الوزيز. فالفضاء الان اللي متخصص للمتجر فهو اكبر اكبر، وكذلك حتى المنتوجات فغادي تكون عديده ومتنوعه كما شفنا يعني في عبر شبكه الانترنت وفي الموقع الخاص بشراء منتوجات خاصه فريق الرجاء الرياضي. فكاين اقبال كبير 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 على المنتجات، هذا الاقبال هذا لان الجماهير الرجاويه فتقريبا سنتين وهي تنتظر المنتوج الرسمي ديال الفريق انه يتعرض في المتجر الرسمي للفريق، وهكذا يقدروا يساهموا في انعاش خزينه النادي، وما يبقاش يعني داك الكوبي في المنتوجات ديال فريق الرجاء الرياضي، وهكذا يعني كل شيء رابح لا الجمهور لا الفريق.
يعني دائما مشاهدي قناه شوف تيفي كنحاولوا نقربوا لكم بالصوره جديد فريق الرجاء العالمي وبما يخص كذلك الملابس وكذلك المنتجات ديال الفريق اللي كتهم واحد الشريحه كبيره من الجمهور اللي كينتظرها يعني اكثر من سنتين، خصوصا يعني كما كنعرفوا الحقبه الماضيه لفريق الرجاء الرياضي فالجماهير كلها كانت كتسائل حول المنتوج الرسمي للفريق. فمعنا احد الجماهير اللي جا هنايا وجا كيسول على المنتوجات واللي رفض انه يكشف على الوجه ديالو، لانه يعني بعد ما انه اقتنع عبر الانترنت جا وقالوا لي انه 48 ساعه باش تاخذ التوني ديالك، لكن هو قرر انه يجي هنايا وباش ياخذ التوني. ويخويا السلام عليكم. السلام عليكم سي سمير. خويا شفناك انك جيتي وبديتي كتسول الناس هنايا في المتجر، علاش؟ خويا سمير شكرا اولا على الكلمه، وكنبغي نحيي جماهير الرجاويه وجميع جماهير الرياضيه. انا سعيد كمحب وكمشجع انني نجي نقتني احد المنتوجات الرجاويه، كان لي الشغف في اقتناء احدى المنتوجات، الا انني جيت دابا لعين المكان المركب الوزيز لهذا المركز الكبير والجميل جدا واللي كيشرف الصوره ديال النادي. قالوا لي بان داك الشيء راه كتوصل به عبر العنوان البريدي ديالك او العنوان السكن ديالك فين كتقطن، يعني كتخلص واحد لي فري ديال لي فريزون كيجيك حتى للدار، وهذه بادره جيده. وكنتمنوا ان يتم افتتاح ديال هذا المحل التجاري الكبير والفريد من نوعه. خويا حلاوه المنتوج هو انك تجي للمتجر وتتمتع بالمنتوجات، وهذيك الساعه تقدر تختار المنتوج اللي يناسبك. من طبيعه الحال يعني ملي كتجي لعين المكان وكتدخل المتجر وكاين يعني مختلف انواع المنتوجات المعروضه كتشوفها يعني النظره الواقعيه ماشي عبر الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كتكون واحد النظره مغايره. هادشي علاش جيت لعين المكان، وكنتمنى هذا الافتتاح ديال هذا المتجر يكون عما قريب ان شاء الله، باش حتى هو فرصه انه كتجي العائلات والاسر المغربيه ومن داخل الوطن وخارجه باش تقتني هذه المنتوجات. وما كاينش انا ماشي غير بوحدي اللي جيت، يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي كيجيو لهذا المتجر هذا. نحن في شغف باش تفتح هذا المتجر، كنحييو المكتب المديري على البادره اللي طال انتظاروها، يعني بادره اللي صراحه متميزه وفريده داخل التراب الوطني. كنشوفوها في الانديه الكبيره العالميه في اوروبا، فخصنا نشجعوا هذه البادره هذه في المغرب. وكما سبق وشرتي بان حطمت ارقام قياسيه هادشي غير في مواقع التواصل الاجتماعي، وانا على يقين ان شاء الله انها غادي تحقق مداخل جديده وكثيره. واخا خويا غير اسمح لي نقاطعك. مرحبا. الجميل يعني في لا ليفريزو هنا في المتجر هو ان الانسان كيجي بعض المرات كيبغي ياخذ غير القميص ديالو، ولكن كيشوف منتوج اخر يقدر ياخذ ذاك المنتوج الاخر. من طبيعه الحال هذا الشيء هو اللي سبق الذكر ديالو، يعني ملي كتجي تشوف لي زارتيكل في الفيسبوك او في لي ريزو سوسيو ماشي بحال الا شفتيهم في عين المكان. تقد تجي انت مثلا غير تاخذ واحد الارتيكل كيبان لك ارتيكل اخر اللي مثلا كيجلب الاثاره ديالك، فكتضطر انك تاخذ جوج ولا ثلاثه واكثر. وهذا هو ملي كتعرض المنتوجات على المشاهدين احسن انهم تشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن ان كما كنقولوا حتى ذاك الصرف اللي كيبقى عندك من المنتوج تقدر تاخذ ليه بورتكليز من طبيعه الحال، يعني منتوجات اللي بواحد الثمن اللي هو جد مناسب. هذه هي كما كنقولوا في التسويق ماركتينغ، هذه هي العامل الايجابي في هذه المساله. كتبغي تاخذ منتوج كيشيط لك مثلا بعض الدراهمات يمكن لك تاخذ بها مثلا قلم او بورتكلي كما قلتي، يعني كتخرج الرابح الاكبر من هذا الشيء هو النادي، عنده مداخل جديده، وانت كرجاوي كمحب انك تاخذ بزاف ديال لي زارتيكل. كي جاك الشكل الجديد ديال المتجر وانت هذا الشيء غير باقي ما كملتش في التصميم ديالو؟ بطبيعه الحال هو لو ديزاينر هو هذا اللي دار هاد لا سينيغرافي هنايا مزيانه، يعني كما قلت يعني كترقى بالصوره ديال النادي العالميه وكتشبه الانديه العالميه في مختلف المعمور.
يعني متفائل بالمستقبل ديال فريق الرجاء الرياضي؟ متفائل جدا، متفائل يعني اكاديميه جداً. في مستوى عالمي الان، متجر مستوى عالمي الان، تتم الصيانه ديال ملعب الوزيز. من طبيعه الحال متفائل جدا كمحب رجاوي على ان حنا كنهضروا الحاجي عرياني. هذا هو الجميل، الشيء الجميل ملي كتجي لعين المكان ماشي بحال الانترنت. الحاج يعري واحد القامه في نادي الرجاء الرياضي اللي تبارك الله عطى واحد يعني كمستخدم، عطى واحد مجموعه ديال التضحيات اللي تحيه كنوجه تحيه للمستخدمين ديال الرجاء الرياضي بمختلف المراكز ديالهم والمناصب ديالهم. الحاج يعري من قدماء المستخدمين داخل نادي الرجاء الرياضي، محمد كذلك اللي كيشرف على مدرسه الرجاء. هاد الناس ما علينا الا نفتخروا بهم. واحد الانسان كيربط ارتباط وجداني وروحي لما يزيد على 40 عام وهو خدام، وكنا كنعرفوا دابا راه كاين الاناره هنا تبارك الله مركب الوزيز ولا الشوارع كتعرف الماره والاناره وهذا الشيء. القصه هي قبل 40 عام ما كانتش هاد الاناره وما كانش هاد الرواج كما كنقولوا او السيروره ديال الحياه دا في محيط المركب كانت صعيبه جدا. وباش تلقى واحد المستخدم اللي عطاه هاد السنوات هاد التضحيات هادي وكان حارس ديال المركب معقل نوصل الخضر، ما علينا الا نكونوا سعداء بمرور الحاج يعري. وكما قلت كنوجه تحيه لجميع مستخدمين نادي الرجاء الرياضي على التضحيات ديالهم. اوقات الازمات دوزنا واحد 7 سنين كلها ازمات، اليوم كنشهدوا كما قلتي ولود واحد مفخره وطنيه اللي هي اكاديميه نادي الرجاء. ما علينا الا نكونوا سعداء بهذا الشيء اللي حقق نادي الرجاء، ونتطلع الى المزيد ان شاء الله. الرجاء متصدر البطوله، شنو تقول لها؟ متصدر البطوله ليس بغريب، هذا الشيء حاجه عاديه عندنا احنا الرجاويين. كنتمناو ان شاء الله الفوز باللقب، لما لا؟ الحركه داخل النادي او السيروره اليوميه تبشر بخير. بحال هذه المشاريع ما علينا الا نصفقوا لها بحراره ونشيدوا بالمجهودات ديال جميع اعضاء المكتب المديري وكذلك المستخدمين ديال النادي، لان هذا الشيء بفضل هاد المستخدمين والافكار ديال هاد والمشاريع ديال هاد المكتب باش غنزيدوا لقدام ان شاء الله. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، قربنا لكم صورة أكبر يعني بهذه العملية هذه وهذا الأوبيراسيون. يعني أي واحد الآن يعني اللي كيقتني المنتوج خاص بفريق الرجاء الرياضي فخصو يتسنى حتى يجي المنزل ديالو، لأن إلى جا هنايا المتجر الخاص فما يلقى حتى شي حاجة. إذا مشاهدي قناة شوف تي في إلى هنا وصلنا للنهاية ديال البث المباشر. كنتمنى انتصار الرجاء في ديربي غد وتكون واحد الروح الرياضية باللعب. قبل ما نختموا يعني شنو التوقع ديالك للديربي؟ بطبيعة الحال غنربحوا ب7-0. متأكد؟ بطبيعة الحال أنا كنتمنى ديما كنكون متفائل كرجاوي بانتصار في الديربي، وكنتمنى تكون النتيجة اللي تكون نتيجة يعني مستحقة وكبيرة. هذه كيتمنى اي رجاوي كما كيتمناو الخصوم ديالنا اللي كيبقاو اخوة ديالنا في التراب ديال الدار البيضاء. وكما قلت كنوجه رسالة ان تكون واحد واخا غدا للاسف غيكون مقابلة بالويكلو، ولكن كنتمنى الروح الرياضية تسود ما بين الجماهير ديال الفريقين وبطبيعة الحال استحقاق المنتصر. وكنتمنى يكون مستحق الانتصار غدا هو فريق الرجاء الرياضي. إذا مشاهدي قناة شوف تي في إلى هنا وصلنا لنهاية ديال البث المباشر، على أمل لقاء بكم ببث مباشر آخر وشكرا.